جماعة الحوثي في اليمن أعلنت التعبئة العامة من أجل التحشيد والاستعداد لإرسال القوات البرية الخاصة بها إلى داخل قطاع غزة للقتال جنبا إلى جنب مع الفصائل الفلسطينية في غزة ضد الجيش الإسرائيلي. التفاصيل كانت صادرة وبشكل مباشر ورسمي وعلني من المسؤولين لدى جماعة الحوثي في مكتب أنصار الله وغيرها، تحدثوا وأعلنوا عن هذه المسألة، وهذه التفاصيل أكدتها العديد من الوكالات المهمة مثل وكالة سبوتنيك وآرتي نيوز وحتى صدى البلد وغيرها من المصادر الأخرى. لا بل كان هنالك استعراضا للمتطوعين في هذه التعبئة الكبيرة للغاية لجماعة الحوثي في مدينة صعدة، المدينة التي تعتبر هي المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي. ظهر المتطوعين بهذا الشكل بالآلاف وهم يستعدون للتدريب طبعا في المعسكرات والاستعداد من أجل أن يذهبوا مباشرة إلى قطاع غزة. وهذا التطور الكبير هو يأتي بعد كلمة كبيرة للغاية صادرة من قبل زعيم جماعة الحوثي ألا وهو عبد الملك الحوثي، الذي كان واضحا من خلال كلمته أرسل من خلالها تهديدات مباشرة للبوارج الأمريكية، لحاملة الطائرات الأمريكية USS دوايت آيزنهاور وكل المدمرات الأمريكية التي دخلت للمنطقة بعد إعلان حلف كامل مكون من 29 دولة من هذه الدول. طبعا هنالك مملكة البحرين و19 دولة لم تعلن عن اسمها أبدا، ولكن هنالك تحشيد كبير للغاية طبعا، والكثير من الأنباء بأن هنالك ضربات محتملة قادمة على جماعة الحوثي، وذلك لشل قدراتهم من مسألة استهدافهم للسفن الشحن، أي ضرب قدراتهم ومنعهم وشلها نوعا ما من الاستمرار في الاستهدافات التي يقومون بها في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن أيضا في نفس الوقت. وهذا الحلف بدأ يكبر شيئا فشيئا، فالأربع وعشرين ساعة الماضية شهدت أيضا إعلانا بأن الدنمارك ستنضم أيضا إلى الحلف، وهنا نتحدث نحن عن 30 دولة الآن في هذا الحلف هي موجهة مباشرة ضد جماعة الحوثي. وهنا السؤال الكبير الذي يطرح من خلال هذه التعبئة وهذا الإعلان، كيف من الممكن فعلا لجماعة الحوثي بعد إعلان هذه التعبئة والاستعدادات والتدريبات أن تتجه مباشرة إلى قطاع غزة؟ الطريق الوحيد بالنسبة لجماعة الحوثي طبعا هو عبر المياه، عبر البحر الأحمر وقناة السويس، ليتجهوا إلى غزة طبعا بشكل مباشر، إلى قطاع غزة لكي يصلوا بشكل مباشر دون الذهاب إلى أي دولة أخرى وعبور هذه الدولة للوصول طبعا إلى قطاع غزة. المشكلة طبعا وكما نعلم بأن هنالك انتشار هائل للغاية على مستوى البحر الأحمر من المدمرات الأمريكية، المدمرات البريطانية، الفرنسية، هنالك طائرات موجودة في هذه المنطقة، وكذلك أيضا سفنا إسرائيلية موجودة في هذه المنطقة. ويجب أن لا ننسى أيضا أن إسرائيل تسيطر وتراقب كل صغيرة وكبيرة موجودة طبعا في البحر المتوسط أيضا وعلى قطاع غزة. شواطئ قطاع غزة كلها مراقبة بشكل كبير، ليس فقط من إسرائيل وإنما أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية ومن بريطانيا. وهذا يعني باختصار أن فرص جماعة الحوثي في إرسال مقاتليها مباشرة إلى قطاع غزة هي مستحيلة ونسبتها 0%، هي غير قادرة على إرسال عناصرها مباشرة إلى القطاع بسبب هذه الظروف التي ذكرناها. وعلى هذا الأساس هنالك فرصة لجماعة الحوثي فعلا أن تقوم باستهدافات برية بقواتها البرية، وأن لا تكتفي بما تقوم به بضربات مباشرة على سبيل المثال على العمق الإسرائيلي بالطائرات المسيرة وبالصواريخ البالستية أو استهداف البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن. لا أبدا، هم لديهم فرصة أن يذهبوا إلى سوريا لينضموا إلى الفصائل المقربة من إيران هناك، أو حزب الله اللبناني أيضا في لبنان. لكن أيضا هنالك تحديات في هذه المسألة، فأي طائرة تتجه طبعا إلى سوريا إلى مطار دمشق أو إلى مطار حلب، فهذه المنطقة أيضا مراقبة من الجانب الإسرائيلي، وإسرائيل دائما ما تضرب مطار دمشق ومطار حلب وتخرجها عن الخدمة، تراقب كل صغيرة وكبيرة. والذهاب بطائرة مباشرة بهذا الشكل لنقل مقاتليهم على سبيل المثال هي ستشكل مشكلة حقيقية، وممكن أن يستهدفوا بشكل مباشر بعد هبوطهم بالمطار أو غيرها، وبالتالي ممكن أن يتعرضون إلى اغتيالات خطيرة من الجانب الإسرائيلي. وأيضا اتجاههم أيضا
إلى بيروت إلى لبنان على سبيل المثال سيشكل مشكلة بالنسبة للحكومة اللبنانية وضغوط كبيرة لها، وبالتالي لن تتحمل مثل هذا التطور. وحتى ذهاب جماعة الحوثي مثلا إلى العراق على سبيل المثال بالطائرات أيضا ستكون فيها مشكلة، لأن الحكومة العراقية ستكون تحت الضغط وممكن أن يتم رصدهم بسهولة. ولكن الطريق الوحيد والسهل بالنسبة لجماعة الحوثي للوصول إلى سوريا أو إلى لبنان هي الاتجاه إلى إيران طبعا بطائرة مباشرة، وبعد ذلك يتخذون الطريق البري عبر العراق إلى سوريا، ومن سوريا إلى حزب الله اللبناني لكي ينضموا إلى حزب الله اللبناني في لبنان تحديدا ويصبحون على التماس مع الجانب الإسرائيلي. وهنالك مثال مهم على أنه لماذا من الممكن أن يتجهون إلى هذه المنطقة بدلا من سوريا على سبيل المثال، لأن حزب الله اللبناني طبعا نشط للغاية الآن مقارنة بالفصائل الموجودة في المنطقة، وهو الأنشط على المستوى البري، وكذلك في نفس الوقت أن هنالك فصائل عراقية موجودة في تلك المنطقة. شهدنا مع بداية أزمة قطاع غزة عددا من القادة من الفصائل العراقية كانت موجودة أيضا في جنوب لبنان والتقطوا صورا وبشكل رسمي من دون أي مشاكل. وكذلك أيضا أن الأسوشيتد بريس كانت قد كشفت مؤخرا في 11 من ديسمبر الحالي كانت قد ذكرت بأن هنالك عددا من القادة أو عددا من الفصائل المسلحة العراقية موجودة في جنوب لبنان، وهم يعملون جنبا إلى جنب مع حزب الله اللبناني ومع حركة حماس الموجودة طبعا على الأراضي اللبنانية، ويديرون عمليات الحرب التي تأتي طبعا ضد إسرائيل. هنا تأتي أهمية أن جماعة الحوثي أن تنضم إلى هذه المنطقة، ستكون مهمة وفعالة للغاية مقارنة بسوريا، وخاصة أن حزب الله اللبناني الآن يتعرض إلى ضغط كبير وكبير للغاية. فالأوساط الإسرائيلية على سبيل المثال إسرائيل ريدار كانت قد تحدثت بشكل واضح بأن إسرائيل الآن وجيش الدفاع الإسرائيلي يستعد للدخول بحرب مع حزب الله اللبناني. نفس التفاصيل كانت قد صدرت من قبل التايمز البريطانية في 72 ساعة الماضية، التي أكدت من خلالها بأن الجيش الإسرائيلي يخطط بنشاط عال لهجوم بري ضد حزب الله. نفس الأمر قد ذكر أيضا في 72 ساعة الماضية أي في 18 من ديسمبر تحديدا، أكدت نيوزويك الأمريكية بتصريحات أيضا من الجانب الإسرائيلي بأن إسرائيل الآن أصبحت على الحافة من الدخول بحرب برية واسعة ضد حزب الله اللبناني. وفعلا بدأنا نشهد في الساعات الماضية تصعيدا كبيرا للغاية بين حزب الله اللبناني وبين الجيش الإسرائيلي، وتحدثت وكالة الأناضول عن طبيعة تبادل الصواريخ بين الطرفين والضربات بالطائرات وبالمدفعية، وكانت هنالك لقطات قد نشرت بهذا الشكل كما تلاحظون لفجر هذا اليوم هنا 21 من ديسمبر. كما تلاحظون حزب الله اللبناني صعد بشكل كبير ووجه ضربات صاروخية على المستوطنات والبلدات الإسرائيلية طبعا الموجودة في شمال العمق الإسرائيلي، لاحظ كيف هي الضربات كبيرة للغاية. هنا استهدفوا عددا من النقاط، الأمر الذي أزعج إسرائيل تماما، وجدت أن هذا الخطر بدأ يتصاعد في هذه المنطقة مع كل التطورات التي يتم الحديث عنها. وهنا إسرائيل ردت طبعا بحسب وزارة الدفاع الإسرائيلية مباشرة بضربات خطيرة للغاية وجهت على نقاط للقيادة لحزب الله اللبناني، وتأتي على العمق في جنوب لبنان، أي أنهم اكتفوا من مسألة استهداف النقاط الحدودية لحزب الله في لبنان، وقواعد الاشتباك قد تغيرت بالنسبة للجيش الإسرائيلي، وأرسلوا رسائلا للعالم بأنهم سيغيرون الوضع الآن على مستوى جنوب لبنان. فالضربات التي رأيناها على سبيل المثال في الأنباء وفي الضربات التي جرت في 24 ساعة الماضية استهدف الجانب الإسرائيلي. هنا كما نلاحظ هذه هي لبنان، هنا جنوب لبنان، هنا العمق الإسرائيلي، وهذا هو طبعا الجولان. الاستهداف جاء على بلدة مارون الراس هنا، وبالإضافة إلى ذلك إلى أنهم استهدفوا نقطة تقع على عمق 50 كيلومترا من لبنان هنا تقريبا بهذا الاتجاه على بلدة إبصيليا الموجودة طبعا في الداخل اللبناني، وهذه المرة الأولى التي نرى فيها مثل هذه الاستهدافات من قبل الجانب الإسرائيلي. واكتفت من عملية الضرب طبعا
التي تأتي على هذه المناطق الجنوبية والبلدات الجنوبية، واستخدموا طبعا الطائرات، واستخدموا كذلك المدفعية الخاصة بهم. المدفعية هي التي ضربت بلدة مارون الراس التي رأيناها الآن، وكذلك كانت هنالك استهدافات على عيترون ويارون وكذلك عيت الشعب، وأيضا استخدموا القنابل الحارقة على الأحراش الخاصة بجبل اللبونة، وأيضا عددا من النقاط الأخرى التي يتواجد فيها حزب الله اللبناني. لا بل إن الجيش الإسرائيلي اتخذ قرارا بتحقيق إغلاق تام للجليل الأعلى هنا بهذا الاتجاه، أغلقوا جميع الأبواب والممرات الخاصة بالبلدات والمستوطنات الإسرائيلية هنا، في إنذار كبير بأن الجيش الإسرائيلي يريد فعلا الدخول في حرب مباشرة مع حزب الله اللبناني. ويجب أن نفهم هنا بأن حزب الله اللبناني منتشر بشكل كثيف للغاية هنا على الحدود طبعا مع الجانب الإسرائيلي منذ بدء طبعا الحرب في قطاع غزة، وطلبوا طبعا، والمدنيين في هذه المناطق قد انسحبوا تماما من هذه المناطق الحدودية بسبب خطورة الموقف. نفس الأمر الجيش الإسرائيلي منتشر طبعا، جيش الاحتياط الإسرائيلي منتشر بشكل مكثف، يقوم بالعديد من المناورات والتحضيرات للقيام بعملية عسكرية على حزب الله اللبناني. وأيضا بالنسبة للمدنيين الموجودين في هذه المنطقة قد طبعا تم سحبهم، وبالتالي تحولت المنطقة إلى منطقة عسكرية تامة. الجانب الإسرائيلي الآن طلب بحسب هذه المصادر التي نقلتها طبعا نيوزويك الأمريكية وحتى ذا تايمز البريطانية تحدثت عنها ووثقتها إسرائيل ريدار، بأن الجانب الإسرائيلي الآن يعطي ما يقارب 3 أسابيع إلى 6 أسابيع للمجتمع الدولي أن يطلب من حزب الله اللبناني أن يبتعد من الحدود اللبنانية على مسافة 10 كيلومترات على أقل تقدير من هذه المنطقة ومن جنوب لبنان، أي أن يكونوا خلف نهر الليطاني تحديدا. وإن لم يتم هذا الأمر فإسرائيل كانت واضحة وقالت بأنها ستقوم هي بنفسها بهذه العملية وستتقدم بريا على جنوب لبنان بهذا الشكل، وذلك لأنها تريد أبعاد حزب الله بهذه المسافة، وبالتالي تحقق بفر زون، أي منطقة عازلة، من أجل طبعا تأمين العمق الإسرائيلي حتى نهاية حرب قطاع غزة. والمشكلة أن حزب الله اللبناني لم يوافق على هذا الطلب رغم وجود حديث بهذه المسألة، وبالتالي هذا هو السبب الأكبر مع الاستهدافات من حزب الله اللبناني طبعا في مساندة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مع التصعيد الكبير. هذا يجعل إسرائيل الآن، وجعل إسرائيل تتحدث بشكل واضح وترسل رسائل للولايات المتحدة وللغرب بأنها ستقوم بعملية كبيرة بهذا الاتجاه، وبالتالي الظرف فجأة أصبح خطيرا، وإسرائيل تعمل على هذه المسألة لأسباب مهمة يجب أن نفهمها. فالمسألة في حزب الله ولحزب الله اللبناني لا تأتي فقط في لبنان، وإنما أيضا تأتي مع العمق السوري، فلدى حزب الله اللبناني عمل أيضا من العمق السوري باتجاه الجولان وباتجاه العمق الإسرائيلي، وإسرائيل أيضا تقوم باستهدافات مستمرة طبعا على حزب الله اللبناني في سوريا أيضا، وبالتالي تريد إسرائيل إضعاف حزب الله اللبناني، تحقيق ضربات عنيفة في تلك المنطقة في سوريا وتحقيق هذه المنطقة التي نتحدث عنها. وبالنسبة لإسرائيل هذه مسألة استراتيجية مهمة للغاية. حزب الله اللبناني يعتبر هو القوة الأقوى التي تمتلكها طبعا إيران في المنطقة من أجل تهديد العمق الإسرائيلي بشكل مباشر، تمتلك ترسانة. طب بالنسبة لحزب الله يمتلك ترسانة صاروخية كبيرة للغاية وإمكانية عالية للغاية طبعا في إيذاء إسرائيل مقارنة بأي من الفصائل الموجودة إن كانت في سوريا أو العراق أو حتى الفصائل الفلسطينية، صدق أو لا تصدق، حتى الأنفاق والإمكانيات التي يمتلكها حزب الله اللبناني يرشحه أن يكون هو القوة الحقيقية والخطيرة على الجانب الإسرائيلي بحسب التقييمات الإسرائيلية. بالتالي إسرائيل تقول هنا بما أن الأمور اشتعلت في قطاع غزة وبدأنا نقضي الآن على الفصائل الفلسطينية تحديدا حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي وغيرها من هذه الفصائل، لننتهي من الأمر مرة واحدة، بما أن حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد موجودة لهذا السبب تحديدا لحزب الله اللبناني، دعونا ندخل مباشرة بحرب مباشرة مع حزب الله اللبناني، وطبعا الأمريكيون سيكونون مضطرين للدخول بحرب أيضا لمساندة الجانب الإسرائيلي. وبالتالي إسرائيل هنا واضحة، نقضي على الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ممن تهددنا دائما، ونقضي كذلك على حزب الله اللبناني أو على الأقل أضعاف حزب الله اللبناني في هذه الفترة، وبعد ذلك
كنقض على حزب الله اللبناني في حرب أخرى، وبهذا تكون الفصائل الموجودة في سوريا أو الفصائل في العراق لن تكون بهذه القدرة العالية والكبيرة مقارنة بحزب الله اللبناني، وبالتالي سيكونون في مأمن من التهديدات. وحتى الفصائل الفلسطينية الموجودة في الضفة الغربية هي نوعا ما بالنسبة للجانب الإسرائيلي مسيطر عليها، مراقبة، الكثير من الجواسيس في هذه المنطقة، بالتالي لا مشكلة كبيرة مقارنة بحركة حماس على سبيل المثال أو حزب الله اللبناني. وخاصة أن إسرائيل أيضا تحضر لمسألة كبيرة يجب أن لا ننساها أبدا، مستقبلا قد تكون مضطرة لضرب المفاعلات النووية الإيرانية، وهي تعلم أن قامت بهذه العملية فإن حزب الله اللبناني سيكون هو السيف البتار أمام إسرائيل، وسيضغط على إسرائيل كثيرا إن تم هذا السيناريو. بالتالي من الآن ننتهي من حزب الله عندما نضرب المفاعل النووي، ما هي التهديدات؟ الحوثي بعيد، الفصائل في سوريا ليست خطيرة، والفصائل في العراق بعيدة للغاية. هذه هي الحسابات التي تأتي بها إسرائيل، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية في قلق من أمرها، لأنها ستبدأ في عمليات عسكرية في اليمن، وكذلك ممكن أن تنخرط في حرب كبيرة تجرها إسرائيل طبعا باتجاهها، وهي باتجاه حزب الله اللبناني. وعلى هذا الأساس الآن الولايات المتحدة بدأت تطلب من الجانب الإسرائيلي تخفيف الكثافة العالية للعمليات العسكرية في غزة لكي تخف الأمور في المناطق الأخرى، إن كانت مما هو قادم من إيران، الحوثي، وكذلك حزب الله اللبناني. وهذا جاء بتفصيل مهم من قبل النيويورك تايمز التي ذكرت هذا الأمر يوم أمس وقالت الآتي: تحث إدارة بايدن إسرائيل على الإلغاء التدريجي للمهام العسكرية عالية الكثافة في غزة لتجنب صراع أوسع مع إيران وغيرها. بالتالي نحن أمام تحولات هائلة للغاية تجري هنا على مستوى ما يأتي من الحوثي وعلى مستوى حزب الله اللبناني، وبالتالي هذا قد يفسر لماذا جماعة الحوثي ممكن فعلا أن تتجه إلى جنوب لبنان، وإن هذه الجبهة قد تكون أكثر سخونة حتى مما نراه من جماعة الحوثي على مستوى المياه الإقليمية أو بشكل مباشر تجاه إسرائيل.